قتل وأصيب عدد من الأشخاص في قصف إسرائيلي بالصواريخ استهدف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق. قالت وكالة الأنباء السورية إن الاحتلال الإسرائيلي قد شن هجوما جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق، ومشيرة إلى أن الدفاع الجوي تصدى للصواريخ وأسقط بعضها. أضافت أن الهجوم أدى إلى تدمير البناء بكامله ومقتل وإصابة كل من بداخله.